منذ البداية انطلقت خيل التكافؤ من تصنيف 74 وحتى 90 18 الراس منافسة الميل الـ 1600 متر إيجلز فلايت ابن جيلين إيجلز بالشعر الأخضر لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ينطلق بكل قوة يدفع مهند النصار إلى المركز الأول فيما شكرا ابن كرياتيف كاوس بالشعر الأبيض مع أسامة الشهراني يطارد إلى ثاني المراكز والمحاولات من أول إن ابن دراجون بالاس بشعر فاعل غريبان مع خالد الميموني يسير في ثالث المراكز بينما ابن فرانك الماجستريال بشعر عبد الرحمن السيد مع عبد الله الحميدي إلى رابع المراكز والمحاولات أيضا كذلك من قبل ستار هورس ابن بروفيتبل بشعر عبد الرحمن السيد مع أصيل السرحاني خطوة بخطوة ما بين إيجلز فلايت وشكرا هنا نشاهد تحرك قوي للأحمر في ثالث المراكز عبر تباريتا ابن دباوي مع أحمد الشرار والجميع يدفع سينجل مايندد ابن كرفاق يقادم بشعر اسطبل السفير مع عبد العزيز الموسى بينما أيضا أشاهد مستر ترينكت يحاول على ما يبدو الدخول لا زال إيجلز فلايت ابن جيلين إيجلز إلى المركز الأول المنعطف الأخير الأمتار الأخيرة الأحمر إلى الصدارة والمركز الأول تباريتا المهر الأحمر البالغ من العمر 4 سنوات ينطلق إلى المركز الأول ابن دباوي يوسع الفارق ويبتعد ابن دباوي صاحب الانتصارين ومستر ترينكت يطارد بكل قوة والأحمر يوسع الفارق ومستر ترينكت يحاول الدخول وتباريتا بطلا لهذا الشوط يضيف الفوز الثالث في سجله السباقي ألف مبروك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز إذا تباريتا ابن دباوي الأشقر البالغ من العمر 4